جينا باش نديروا واحد الوقفه كنا مبروغرامينها على اساس باش نضامنوا مع الاخت حموصي. الاخت حموصي اللي دايره واحد العقد نموذجي مع واحد السيد في واحد لاغريمون، الا ان هذا السيد هذا تيتماطل في الاداء، والسيدة حموصي كان سبق ليها وضعات الطلب ديالها عند السيد الوالي ديال الدار البيضاء على اساس باش يكون واحد التدخل، وبالفعل تم الحز على السياره نهار 22/2021، ولكن للاسف تم السماح لها باش تستمر في العمل ديالها نهار 8 مارس. وحنا تنعتبروا بلي هاد المساله هادي مخله للقانون اللي هو كاين في العقد النموذجي، ولهذا اليوم جينا هنايا باش نديروا هاد الوقفه. الا ان السلطات جات لعندنا دابا على بغات منعتنا باش ما نديروش الوقفه، وحنا بحكم انهم قالوا بغاو يمنعونا قلنا لهم حنا خصكم تعطيونا على الاقل كنتو تعلمونا بالمنع كيف علمتونا ديجا، ولهذا حنا اليوم رحنا مصرين باش غادي نديروا الوقفه ديالنا، او لا في حاله ما الا وفروا لنا الشروط ديال الحوار رحنا ديك الساعه في هذيك الحاله غادي نتنازلوا على الوقفه. تنقدم راسي انا هي حموصي فاتحه، خديت واحد المأذونيه في اطار جبر الضرر ديال الادماج الاجتماعي في هيئه الانصاف والمصالحه بنت معتقل في الاحداث 81، وخديتها ودرت عقد نموذجي والمكتري ما تيخلصش، وجيت درت شكايه هنايا للولايه ودخلت عندها واستقبلتني قالت لي صافي راه عندك التوقيف، يعني عندك التماطل عندك التوقيف، اطار على مشيت هكاك بان توقفت نهار 22 في الشهر حتى نكتشف بانها عطاتو يخدم نهار 8 في الشهر 3 بدون ما وبنزل التماطل، وعندي ما يثبت بان كاين التماطل وبدون ما يخلص لا اللي عليه لا انا عندي كشف الحساب ديال البنك ديالي بانه تيتماطل عليا، ولحد الان باقي كاين التماطل وما كاينش التراضي بيناتنا، كيفاش تعطيه الطوموبيل يخدم وما اتصلت بيا، ما كان اتفاق ما كان التزام ما كان تراضي بيناتنا، والعقد النموذجي اللي عندي بيني وبينه المبرم بيني وبينه بانه الا كان تماطل في اطار 5 شهور تيتلغى تلقائيا حتى تستانف عليه وتقول لي سير تخدم. هذا هو اللي بغيتنا، على اي قانون طبقاته عليا من دون القوانين اللي طبقات على الناس، حتى تكون لجنه ديال الحوار هي ديما تتكون لجنه نهار الخميس وتيتحاوروا مع المكتاري ومع مول المأذونيه، علاش انا ما تنحضرش لا في لجنه ما حضرت حتى حاجه وسمحت لي باش يخدم، وباقي التماطل لحد الان كاين التماطل ديال الاداء.